بخبز الشراك تعالوا نحضر أطيب صينية بوريك مقرمش بحشوة الأشبان، تنفع للفطور أو العشاء أو حتى في الجمعات. أول خطوة رح نجهز خليط الدهن، ملعقتين من الزبادي، حبة بيض وزيت نباتي وحليب وفلفل أسود ورشة من الملح، بنخلطهم مع بعض وبنتركهم على جنب. وبهالوصفة استبدلت الكلاش بخبز الشراك. أهم نقطة، إذا كانت أطراف الشراك سميكة حاولوا إنكم تتخلصوا منها. ندهن خبز الشراك بكمية كتير كويسة من خليط الدهن ومنركز على الأطراف. منقسم الخبز لمثلثات متساوية بهذا الشكل ونبدأ بتوزيع الحشوة. استخدمت خليط أشبان من جبنة فيتا وعكاوي وموزاريلا وبيضة وشوية من البقدونس. بنلف المثلثات بشكل الكرواسان مثل ما هو موضح بالفيديو، بنرتبهم بصينية الفرن وبندهن الوجه بكمية وفيرة من خليط الدهن، وعلى الوجه بنوزع حبة البركة. نترك الصينية مدة ربع ساعة وبعدها بندخلها لفرن محمى مسبقا بأعلى درجة من فوق ومن تحت، ومجرد تحمرت من الوجهين بنقدمها وهي ساخنة لحتى تكون أرمشة. جربوها بهالطريقة وبالتأكيد فيكم تتفننوا بالحشوات حسب ذوقكم، وبالعافية.